كريم بنزيما في الجزائر. نجم الكرة العالمي ذو الأصول الجزائرية يزور للمرة الأولى في حياته مسقط رأسه وسط حضور جماهيري كبير. أنا سعيد، شكراً على هذا الاستقبال الرائع. بهذه الكلمات استهل النجم هذه الزيارة الهادفة للقاء والديه ومعجبيه في بجاية، موجهاً التحية لكل الجزائريين. نجم الديوك أمل بفوز المنتخب الجزائري على ضيفه الغيني في تصفية مونديال 2026 باعتبارها أول مباراة يشاهدها في الملعب لمنتخب بلده الأم، وقال بالعربية: إن شاء الله نفوز. لم يكن للنجم العالمي مشاركة فقط في الحياة الكروية، بل سجل موقفاً سياسياً داعماً للقضية الفلسطينية خلال تعليق له على موقع إكس: كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال. هذا الموقف تسبب بنعته بعميل حماس من الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، وقالت: اختار معسكره وبات عميلاً لتحطيم إسرائيل. فمن هو كريم بنزيما؟ كريم بنزيما هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسية الفرنسية، من مواليد عام 1987 ميلادياً في مدينة ليون الفرنسية. بدأ مسيرته الكروية عام 2005 ميلادياً مع نادي أولمبيك ليون، وفي عام 2009 انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني وحقق معه الكثير من الإنجازات والبطولات، ويلعب حالياً لصالح نادي اتحاد جدة السعودي، ويعد من أفضل المهاجمين على مستوى اللعبة. فاز بالكرة الذهبية عام 2022.